سيكستمي على راديو ميد مازالت متواصله في دقائق الاخرى نتاعها. محليها ماتيو كوما كنت تسمع فيها في كيسز باك. مرحبا بكم من جديد الناس اللي خلطوا علينا في الاستماع. معانا بشير، مرحبا بك. وبيكم اكثر، يعيشك. محليها صحيح معك. مرحبا بك سيدي يخليك. بشير العمر قديش؟ 48 سنه. متزوج؟ مطلق. مطلق بي سيدي. هاو معاك الدكتور هشام الشريف، مرحبا بك باش يسمعك. واذا كان عندك اي تساؤل تفضل. اي عايش. حاول تختصر على خاطر الوقت ما عادش. اوكي الدكتور، انا طلعت لي خصيه على اللي صارك يا مسامي، الخصيات الاخرين وما جاي معلقه الفوق، جاي على جنب ماشي فوق العضو. ملي انت صغير، ملي انت مولوده طلعتني عندها حكاية شهر ونص شهرين تكونت لك. لا هذا مش خسي، هذا ما تنجمش تسمى خسي. طلعت بعد شهر ونص هكا، ربما معناها واحدة ممكن كيست مش خسي. يلزمك تمشي هذا، يلزمك تمشي تشوف طبيب نتاع المجاري البولية والكلى، هو اللي نجم يشخص لك الحكاية هذه. أما الخسي ما تطلعش في شهر ولا اثنين ولا ثلاثة، يا تتولد بها يا ما تتولدش بها، فهمت؟ استفدنا من المعلومه. ممكن كان قلت لي راهو عندي خصيه موجوده وخصيه طالعه، نقول لك اي تنجم تسير، فهمت؟ ولا زوز طالعين ماهمش موجودين، نقول لك تنجم تسير. اما عندك خصيتين وعندك ثلاث شغل تالي خرجت كما تحسها مكعب كعبوره، اي كعبوره وعلى جنب ويابسه وما تتحركش، شاده بلاصتها ولا ينجم يكون كيست ولا حاجه. امشي طبيب المجاري البوليه حتى هو يشخص لك العمليه، اما لازمك تمشي كوميم، لازمك تمشي خاطر قاعده تمشي ليه اي لازمك تمشي. هذاك واش قلت لك، تمشي اورجونس، تمشي باش تشوفك الحكايه شنو هي. واضح ان شاء الله ما تكونش حاجه. لا بس ان شاء الله لاباس، اما انت لازمك تمشي لا اكثر لا اقل. باهي اوكي. واضح سي بشيره. واضح، شكرا لك سي البشير. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس. يعيشك تصبح على خير، ان شاء الله لاباس. دونك الحالات تكون كل واحد والحاله نتاعو، كل واحد طبعا والاسئله نتاعو. هذيك علاش احنا اليوم موجودين في حصه الثلاث كل نهار، كل نهار ثلاث سيكسبريمي موجوده كل نهار ثلاث. فوالا ماذا بينا زينب، نعملوا رساله لاخواننا اللي اتصلوا بينا وما نجمناش ناخذوا معاهم ارقامهم عنا، وان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي نتصلوا بهم احنا. اكيد ان شاء الله. معناها يكونوا يحضروا روحهم باش انا نعاودوا نتصلوا بهم يوم الثلاثاء الجاي. ان شاء الله. ونشوفوا مشاكلهم شنو ونحكيوا معهم ان شاء الله. ان شاء الله. اذا عنده حد موضوع هكا ولا هكا ينجم يبعث لنا عن طريق الفيسبوك على الباج تاع راديو ميد ولا الباج اكسبيريسيون تابو. يبعث المشكله نتاعو مكتوبه باش احنا نبداو معناها نقراوها ونشوفوها قبل البرنامج نتاعنا. نخلي رقمه ميسير، نخلي رقمه ونتصلوا به. نخلي رقمه ونتصلوا به ان شاء الله. شكرا لك دكتور هشام. وانت زاده يا زينب، شكرا لك. وان شاء الله لاباس، حتى سمعت انك نهار الخميس ماكش تكون معايا باش تاثث الحصه نتاع يوم الخميس هذا. ان شاء الله لاباس. شكرا. ان شاء الله ربي يخلص وحدك. يعيشك. شكرا لك دكتور. والبيبي وصلنا سالم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ميرسي توت ليكيب اللي كانت معنا الليله، ايمان، احمد المنيري، حبيب الشمنقي. هدى تجيكم في موجز لاهم واخر الاخبار في اخر المواجيز بموجز منتصف الليل. تحياتنا للناس اللي تبعونا الكل واللي ديما يتبعوا غاديو ميت. بحال خير.